اهلا بحضراتكم مره تانية. سعيد، كنا بنتكلم اثناء الفاصل على نقطه محوريه، موضوع ان لازم مش لازم تدفع فلوس كتير، ولازم بالزبط. يكون هذه الفلوس اللي طالعه مدروسه رايحه فين، عن طريق السبورت دايركتور بتاع النادي بالاضافه لاداره النادي او مالك النادي بالزبط. والجزء الثالث او المثلث الثالث بتتكلم على المدير الفني. صحيح. وانت قلت لي ان المثلث ده كان مكتمل في ليفربول خلال يمكن الخمس او ست سنين اللي فاتوا. بالظبط. انت رصدت جزء مهم يا كابتن هاني لما قلت ان ليفربول بانفاق محدود او لا يمثل 20 الى 30% من انفاق مانشستر سيتي، لكنه قدر يكون منافس طول الوقت عبر خمس سنوات، وانه يبقى الفارق نقطه واحده بس في اكتر من دوري. ده بيعبر عن اداره بتشتغل بشكل جيد جدا جدا. في حين لما نيجي نشوف اخر موسمين واللي اوصل ليفربول لهذا التراجع، هتشوف ان في رجل مهم جدا جدا خرج من اداره ليفربول، وهو المدير الرياضي مايكل ادواردز. مايكل ادواردز بعد ما خرج ايه اللي حصل؟ تقدر تشوف ان في صفقات كتير بتفشل، تقدر تشوف ان في بالرغم فلوس كتير بالظبط، يعني انت بتتكلم في نونز 100 مليون مهاجم، وبعدها بثلاث شهور بتضم جاكوبو مهاجم منتخب هولندا بقرابه 50 مليون، وخلال الموسم الماضي انت ضميت لويس دياز وجوتا باكثر من 150 مليون، يعني انفقت في خط الهجوم 300 مليون على اربع لاعبين نقدر نقول لحد دلوقتي طول الوقت هم مصابين. هل كان في دراسه حقيقيه بتقول انك محتاج العناصر دي، ولا كان في اماكن تانية؟ او لو بتدعيم، مفيش شك ولا واحد في العالم يقدر يختلف معاك على ان ليفربول محتاج تدعيمات قويه في نص الملعب، لانه مفيش لاعب نص ملعب في ليفربول تقدر تقول عليه موجود طول الوقت. فهنا بيكشف لك ان في حاجه غايبه، في دور غايب، وده اللي ربطته التقارير الانجليزيه في اوقات كتير جدا بغياب المدير الرياضي، واللي بيخلينا نقول ان المنظومه او كره القدم هو عمل منظومي او عمل منظومه لازم تكون متكاملة، وفي تعاون ما بين الإدارات المختلفة بداية من مجلس الإدارة وصولا للإدارات التحتيه إلى الإدارة الفنية في قلب الملعب. اللي غايب عنه الشكل ده هيفضل طول الوقت عنده عوار، عنده مشكلة، عنده أزمة.